للحديث أكثر عن تفاصيل الأسواق العالمية ينضم إلينا سيدة سركيس تركيان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكوتي جروب. مرحبا بك سيد سركيس. نتحدث عن النفط في بداية هذا اللقاء. ماذا عن ما سبب استقرار أسعار النفط خصوصا أو مع وجود عاصفتين على خليج المكسيك؟ وبلا شك تتأثر أو كما عودتنا هناك تأثيرات واضحة على أسعار النفط في مثل هذه الظروف. بالفعل العواصف المرتقبة على الساحل الأمريكي حاليا أوقفت بعض الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في خليج المكسيك، حيث أن الإنتاج توقف بمقدار 82% تقريبا، ما يعادل 1.5 مليون برميل، وهذا قد يسبب القليل من محاولات الارتفاع، حيث شهدنا يوم أمس محاولة للارتفاع لكن عادت النفط لتقلص من مكاسبها، وهذا اليوم أيضا نرى محاولة أخرى للارتفاع. لكن لننظر إلى صورة الطلب والعرض العالمي على نطاق أوسع قليلا، فمنظمة أوبك وحلفائها قاموا بخفض الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل، وهنالك أيضا انخفاض في الإنتاج الأمريكي مقداره 990 ألف برميل يوميا، وهذا يكافئ تقريبا توقعات منظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة من الانخفاض العالمي في الطلب على النفط هذه السنة. فتوقعات منظمة أوبك للانخفاض العالمي بالطلب على النفط تبلغ 9.06 مليون برميل يوميا كمتوسط عن المستويات المعتادة والتي كانت خلال 2019 الماضي، وبينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة ومنظمة الطاقة الدولية انخفاض بالطلب العالمي متقارب مقداره 8.1 مليون برميل. ومن هنا نرى حالة من التعادل ما بين انخفاض الإنتاج وكذلك توقعات انخفاض الطلب العالمي. فرغم بعض التحسن في الطلب العالمي الذي نشهده خلال هذا الشهر والشهر الماضي مقارنة طبعا في مستويات الطلب خلال الربع الثاني من هذه السنة، لكن ما زال الطلب ضعيف، وبالتالي نرى أن هنالك تعادل ما بين انخفاض الطلب العالمي وخفض الإنتاج من عدة دول، وهذا ما قد يبقي على تحركات أسعار النفط ضمن نطاقات محدودة. فشهدنا منذ الخامس من هذا الشهر أغسطس وأسعار النفط تتحرك ضمن نطاقات قليلة جدا، لم تتعدى $3 إن كان للنفط الأمريكي الخفيف أو أيضا لعقود برينت، وهذا النطاق ربما سيستمر إذ أن أسعار النفط حاليا بحاجة لمحفز للخروج من هذا النطاق. وما لم نرى مستجدات بخصوص فيروس كورونا أو لقاح عالمي معتمد، فربما نرى استمرار هذا النطاق من التداول لبعض الوقت. نعم سركيس، يعني أيضا اليوم عم نشوف هذا الاتفاق التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يعني واضح أنه بدأت التفاهم على المرحلة الأولى ما بين الطرفين. الذهب ما مصيره في ظل هذه المرحلة بعد عدة جلسات من جني الأرباح؟ نعم بالفعل أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب، ويوم أمس شهدنا محاولة للارتفاع لكن عادت أسعار الذهب لتنخفض من جديد، وهذا اليوم أيضا نشهد تداولات ضمن نطاقات محدودة نسبيا. فالمؤثرات على أسعار الذهب متعددة، لكن لنبدأ أولا في المؤثرات على المدى اللحظي والقصير. فكما تفضلت الاتفاق التجاري المرحلة الأولى يبدو بأنه يعطي بعض الراحة بين المتداولين، خصوصا مع الثقة الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية، وهذا ما لا يجعلني أستبعد بعض التذبذب وربما بعض الانخفاض القليل بين الحين والآخر. لكن هذه الانخفاضات أتوقع أن تبقى لفترات زمنية قصيرة جدا، وهذا لأن المؤثرات على أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل ما زالت ثابتة. وأبدأ بسياسات البنوك المركزية حول العالم والتي تتوجه لاستخدام أسعار فائدة منخفضة جدا وقياسية في أغلبها إلى جانب خطط تحفيز هائلة، كلها محفزة لارتفاع أسعار الذهب، خصوصا مع انخفاض عوائد السندات عالميا والولايات المتحدة على وجه الخصوص. فحتى مع ارتفاع عوائد السندات خلال تداولات يوم أمس والقليل من الارتفاع هذا اليوم في تداولها كعوائد سندات، لكنها ما زالت منخفضة جدا مقارنة في مستويات التضخم، وبالتالي سيلجأ المتداولون والعديد من الجهات للذهب كملاذ آمن لحفظ القدرة الشرائية للنقد. وبالتالي الاتجاهات متوسطة الأمد وطويلة الأمد حتى هذه اللحظة لم تتغير، خصوصا أيضا مع الضبابية الاقتصادية. فحتى
حتى مع بعض التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي، لكن ما زالت الضبابية كبيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي وكم هي الفترة الزمنية التي سوف يحتاجها من أجل أن يدخل مرحلة التعافي التام من جائحة كورونا وتبعاتها. كملخص لما سبق، فأسعار الذهب من المرجع أن تشهد تذبذب مع تغيرات الأنباء الاقتصادية والسياسية ما بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوترات السياسية وتغيراتها داخليا في الولايات المتحدة، وأيضا مع التغير في التوقعات تجاه اللقاح لفيروس كورونا. كلها قد تسبب تذبذب في أسعار الذهب على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والطويل فالاتجاهات الصاعدة ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة. نعم سيد سركيس، نحن بصدد العديد من المؤشرات الاقتصادية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب.